ستراتفورد بالحي الأولمبي بلندن مع الأخ الياس عبادي الملاكم الجزائري اللي كما شفتوه يعني يتنازل مع الإنجليزي لكن الخسارة خسارة. على كل حال أتمنى إن شاء الله النجاح لخوتنا اللي بقاو. خويا الياس السلام عليكم. السلام عليكم. واش راكم؟ لاباس بخير. واش راكم مع رمضان هنايا ومع الأجواء الأولمبية؟ الحمد لله يا سمر أجواء تاع رمضان يعني تختلف على تاع البلاد. صحنا يعني صافا ما رغم صعيبة شوية. وش الصعوبات اللي لقيتوها في خلال هذه الألعاب الأولمبية بالنسبة للوفد الجزائري؟ الوفد الجزائري ما يخفى لكش بلي هذا العام كان قليل مش بارابور الألعاب الأولمبية اللي فاتت كان قليل يعني نوعا ما. والنتائج يعني كما كانت يعني الناس كانوا يتوقعوها رغم أن يعني الجزء الأولمبيك يعني ما يسهل صعبة بزاف. بس احنا يعني في الوفد ستونا تاع الملاكمة كان شوية أثر علينا التحكيم. التحكيم نوعا ما أثر علينا. ما يخفيكمش بلي ها بالأمس يعني الملاكم تاعنا والضاحي. يعني شاف المقابلة كاع العالم قاع شافها كانت باينة. احنا نتمنى أنه إن شاء الله يعني الملاكم تاعنا اللي مازال والأمل تاع الجزائر إن شاء الله عبد الحافظ بن شبلة اللي غادا إن شاء الله راح يلاكا. نتمنى أنه التحكيم فقط ما ينحاش. بيكون ان شاء الله في المستوى. وكذلك الاخ مخلوف توفيق مخلوفي يعني البارح كانت واحد المشكله الناس كاع ما فهموهاش. هو المفروض جرى 1500 بعد ذلك يعني تكاليفي 1500 ومن بعد راح يجري 800 ومن بعد هما قال لك حبسوه قال لك لانه تحايل ما جراش. المشكله ما باكش كيف انت. لا هي بطبيعته هو كان يعني عنده اصابه مخلوفي كان عنده اصابه فعلى القدم. هو كان ما حبش يعني يفرص على روحه عنده نهائي في 1500 ما حبش يفرص على روحه في 800 متر يعني باش يشو يأكد هو يعني قوي في 1500 متر يعني عنده إن شاء الله شونس باش يحقق ميداي ليه والجزائر كاملة إن شاء الله وما حبش يفرص يعني في السباق في 800 متر هو اللي خرج يعني حبوا لك تعرف حبوا يحرموا الجزائر. المهم بما ان الفيديو راح يشوفوه اخوتنا وش تقول للناس اللي يشوفوك راك تعمل رفد تحمل علم الجزائر وتشرف الجزائر وش تقول للناس اللي يشوفوك راه عارف اليوتيوب هذا يشوفوه اكثر من التلفزيون الجزائري. احنا طبيعة الحال اني انا مسجل ان شاء الله راني جاي انا نوعد الجزائر ان شاء الله كمان ان شاء الله يعني في سوتو تاع الملاكمه بالقاب راهي جايه ان شاء الله عندي 19 عام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. درت العاب اولمبيه ما هي سهله كنت ديجا لكنت مع الانجليزي هنا في بلادو جمهور وكان تاع رمضان متقاربه التحكيم نحاج شويه وان شاء الله نعدو الشعب الجزائري بعده ميداليه ان شاء الله في المستقبل وان شاء الله يعني اللي مثلهم جايين غدا سورتو غدا ان شاء الله هو يوم حاسم واليوم وغدا يعني وفد حاسم يعني ان شاء الله باش ندو ميدالي ان شاء الله. فيما يخص الأجواء كيف لقيتوا بريطانيا لندن هذه تختلف عن الدول الأوروبية؟ طبيعة الحال لندن يعني وش حاجة اللي سمعت هنا في الإنجليز مختلفة؟ لا هنا والله الناس يحبوا الرياضة يعني يحبوا بلادهم يحبوا بلادهم يحبوا الرياضة كما تشوف يعني الناس هنا يحترموا يحسوا يحترموا يعني الرياضيين يحترموهم بزاف واحد ما يقلق واحد واحد يقلق واحد يعني ما شاء الله والحمد لله هنا يا محبابنا هنا يا خليفه خويا صباح الحمد لله الحمد لله واش راهم اصحاب الجزائري اللي هنا في الانجليز قايمين بكم ولا ماشي قايمين بكم؟ لا والله جو سبورتكم قايمين بنا ما شاء الله الحمد لله. واش رايك كجزائري انت متبع الاحداث واش تشوف يعني واش راهو الجزائريين استناو في ميداليات وما جابوا لهم والو يعني واش كجزائري انت كجزائري في قلبك تحرق ولا ما تحرقش صراحه؟ صح اللي لازم يقوموا شويه بالسبور في الجزائر كيما هنايا شو قايمين بها بزاف انا سبور انا ادخل السبور ماشي كيما احنا تخلص هنا وما يخلصوا ديجا تقرا وما يخلصوا صح وزيد ديجا هنايا مش تمشي قايمين بهم ماتريال مونترينر في بلاده هو على هذيك اللي غلطوا فيها تدخل الصاله اللي صاله تلعب دور هنا يعني يحبوا الرياضه بزاف تكون يعني تحب منك تكون ديموراليزي مورال مو هكذا ما تحبش تنضرين كي تدخل للصالة ديجا وحدك تحب تنضرين صح ماشي معنا احنا ما يخفيكمش باللي كاع اللي راهم يشوفوا الفيديو يعني ما يخفيكمش باللي احنا الرياضة في الجزائر محبوبة المسؤولين يعني محبوبة صح انت كرياضي انت كرياضي نفرض انك كمشاهد من وراء الشاشة كنت في الجزائر وطلع يعني وفد جزائري يعني الأولمبيات وما داروا والو واش راهو التساؤل تاعك؟ يعني نفرضوا انا ماكش رياضي كمشاهد
هي طبيعة الحال يعني تشوف يعني نزعف واحد كما شعب الجزائر نزعف نقول بلعب حتى كيفاش يعني الجزائر بلد عنده تاريخ في الرياضة ما كاش الميداي بصح يعني الإنسان دائما يعود يرجع روحه شوية اللور يشوف علاش ما جاوش الميداي الحاجة اللي ديجا يشوف هذا العام كاش النسبة قليلة تكاليفت يعني 39 رياضي يتكاليف الألعاب الأولمبية بلد كامل يعني نسبة قليلة الأسباب علاش ما يخفيكمش يعني رانا قلنا يعني في الجزائر الرياضة محقورة بزاف سواء الرياضة الفردية احنا نشوفوا الجزائر كرة قدم وكان يعني جا عندنا فريق كرة قدم يعني فريق ما شاء الله نقولوا معليش بصح احنا الرياضة الفردية الأخرى محقورة سواء الرياضة ملاكمة او جيدو ولا هذه الرياضة الفردية محقورة احنا في الجزائر وهذا اللي ما خلاش الرياضة تتطور احنا يعني شو يعني ما كاش يعني ما يتهلاوش الشباب انت شو شاب هكذا طالع احنا ماذا بينا كون يتهلاو في الشباب احنا عندنا مواهب رياضيه في الجزائر عندنا مواهب ما شاء الله كون جاونا يعني في الانجليز تشوفهم كيفاش يتهلاو يعني تحير تقول سي بور سا يحقوا الميداي يحقوا نتائج يعني احنا باش تخمم احنا في الجزائر باش تحوس دي ميداي كما تشوف شنو دوكا لاشين والرواسه باش يجيب ميداي يعني في الألعاب الأولمبية قادم يخمم عليها من دوكا ربو صغار ربو يعني جيل صغار صح دوكا 4 سنين منها 2012 حتى 2016 هو يخدم على جال ميداي احنا دوك في آخر لحظة ما يبانوش كاع بيك احنا عندنا بطل العالم يعني عبد الحافظ بن شبلة بطل العالم ما كانوش عارفين انهم ما كانوش قايمين ما عارفين انهم مانطا يعني ديجا مانطا ما أمنوش باللي تأهل الألعاب الأولمبية هو أول رياضي عربي وفي قارة إفريقيا يعني اللي تأهل الألعاب الأولمبية تأهل قبلنا يعني بحد العام ونص بس هو كان جاي تحصل على بطل العالم تأهل بها الألعاب الأولمبية هكذاك ما حبوش يأمنوا ما حبوش يقوموا بي معتالي في آخر لحظة اسمها بقات شهر ونص باش بدأوا يعني لي جوناليه صحافة تا والشكل دي نقبل وراء منقبل يعني شوف راحك منقبل وش كان يدير اشكو راه يقدم لي عاوش كو بيان بريباري راه يحضر شي كي تبقى تا 20 يوم ولا تجيب ناس صح شخصي اخي يعطيك الصحة اخر كلمة للجمهور اللي يشوفك خويا بصحة ومعكم صحة ومعكم كرام وصحة فتحكم خويا حتى الناس يقول لك بلك واحد من ديكيزيها وليك خونا الياس عبادي من الجزائر في الألعاب الأولمبية تاع 2012 في لندن تحياتي لك وتحياتي لخوتنا اللي يشوفونا وصحة فتحكم خوتي والسلام عليكم السلام عليكم